أعزائي المشاهدين، أحييكم من الفضائية الأرامية، وهذه الحلقة من برنامج خبر ورسالة. دي أول حلقة في العام الجديد عام 2013. بنقدم لكم كل محبتنا وكل تحياتنا، كل تمنياتنا وصلواتنا ليكم ولأسركم، بأن يكون العام ده كله بركات روحية، كله انطلاقات أكتر في عمل الرب وخدمة الرب. بنصلي من أجل عوائلكم، من أجل الأسر، من أجل الكنائس، من أجل كل الأحباء اللي العشرة في الخدمة من سنين فاتت وإحنا بنخدم مع بعض، أن تكون السنة اللي جاية دي سبب بركة على الكل. بنصلي كمان من أجل كل فرد، كل زوج، كل زوجة، كل أب وأم، كل ابن وابنة، أنه هذه السنة تكون سنة اقتراب أكتر. وإحنا بدأناها هذا العام كفضائية أرامية بأسبوع الصلاة، ابتدى معاكم من النهاردة. وإذا كنا النهاردة الآن معكم في خبر ورسالة، ليس فقط هذه الحلقة أن نتلو بضع أخبار من هنا أو هناك، لكن علشان نحط الأخبار دي، نحط الأوطان موضع الصلاة. أنا بتشرف بأنه هيكون موجود معايا في هذه الحلقة جناب القس يوسف حبيبي، هيعلق على بعض الأمور وهيصللنا، هيصلي علشان أوطاننا، أهالينا في الشرق الأوسط، بلدنا الحبيبة الغالية على قلوبنا. خلونا مع بعض كما اعتدنا أننا نستعرض مقتطفات قليلة، وكما قلت ليس العرض الأخبار، لكن حتى تكون أذهاننا حاضرة وحتى نرفعها باستمرار قدام عرش النعمة، هذه الأخبار وغيرها كل يوم، مهما كان فيها من ألم، مهما كان فيها من مرارة، مهما كان فيها من ذكريات العام الماضي الجريحة اللي سابت أثار في القلوب كلها، أثار حزينة. وإحنا عينينا متعلقة على الرب وعلى يمينه اللي بتعمل في وسط كل هذه الأمور. خليني أبدأ معاكم من سوريا، حيث بتقول وكالات الأنباء أنه قتل عشرات المدنيين اليوم الأربعاء في مجزرتين ارتكبهما الطيران السوري في بلدتين بريف دمشق، مما رفع عدد القتلى خلال ساعات إلى أكثر من 100 في وقت استمر فيه القتال بين الجيشين النظامي والحر حول مطارات وقواعد في إدلب وحلب. وقدرت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء أيضا بأن عدد قتلى الصراع الدائر في سوريا منذ 22 شهر تجاوز 60,000 شخص. هذه الأرقام اللي بتضعها أمامنا سواء الأمم المتحدة أو أي منظمات أخرى ليست فقط أرقام بتمر أمامنا كل يوم، لكن بنضع كل هذه الأمور الصعبة أيضا في الصلاة. من العراق، يعقد مجلس النواب العراقي اجتماعا يوم الأحد المقبل لمناقشة المطالب اللي رفعتها المظاهرات المستمرة في عدة مناطق بإلغاء المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب وقانون المساءلة والعدالة، بالإضافة إلى إصدار العفو العام، وذلك وسط أجواء سياسية متوترة رافقها تنصل رئيس الحكومة نوري المالكي من صلاحيات إلغاء القوانين. وفي ختام هذه المقتطفات القليلة من الأنباء، نختم بهذا الخبر من مصر، يمكن سمعتوه قبل يوم، حيث أدانت الكنيسة الأرثوذكسية المصرية الانفجار الذي وقع في مبنى الخدمات التابع لكنيسة السيدة العذراء وماري جرجس بمدينة مصراتة في ليبيا، منتقدة جميع الأعمال الإرهابية التي تستهدف دور العبادة. وأضافت الكنيسة: نزف إلى السماء الشهيدين لينضما إلى من سبقهما من شهداء كنيسة القديسين وغيرهما من شهداء دور العبادة. وأيضا من مصر، هذه الدعوة مع بداية العام الجديد مما يسمى بهيئة المعروف، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حيث قدمت هذه الهيئة طلب إلى الداخلية حتى تكون ذراعها لتطبيق الشريعة. وبيقولوا من أذاعوا هذا النبأ أو هذا البيان على مواقع كثيرة وقنوات كثيرة، بيقولوا أن هم سيدعو الأقباط للدخول للإسلام عند أبواب الكنائس
ويجب أن ترتدي القطية الحجاب حتى لو كانت غير مقتنعة. على أي حال، قد يكون هذا الخبر من مصر، لكننا قد تترامى لينا أنباء من أماكن أخرى. أنا برحب معايا بجناب القس يوسف حبيبي. أهلا بحضرتك حضرة القسيس معنا في هذه الحلقة. أهلا وسهلا أخت نوال، كل سنة وأنتم طيبين. كل سنة وحضرتك طيب. بداية أنا بشكرك لوجودك معنا بهذا الوقت القليل من هذه الحلقة. حضرة القسيس، دي آخر حاجة يمكن إحنا شاركنا فيها المشاهدين في خبر ورسالة. شايف إيه؟ هل الموضوع في مصر فقط، أم هناك يعني مخاوف بتدق الطبول في سوريا مثلا أو بلاد تانية؟ ماذا ترى؟ أول شيء بدي أهنئ كل المشاهدين للأرامية، وبتذكر الآية الكتابية بتقول إحصاء أيامنا علمنا فنؤتى قلب حكمة. يعني كل يوم يمر في حياتك خليه يوم يتعد، مش يعني عايزين نعد الأيام واحد اثنين ثلاثة، لا، كل اللي بتعمله، كل اللي بتتكلمه، كل اللي بتفكر فيه يكون ليه حدود ومقبول ويعد، يعني له وزنه. كل اللي بتعمله في حياتك يكون له وزنه. إحصاء أيامنا علمنا فنؤتى قلب حكمة. الكتاب بيقول ما هي حياتنا، يعني يعيش الإنسان 70 و80 فما دونه كلها تعب وبلية. الكتاب بيقول إن عشنا فللرب نعيش، وإن متنا فللرب نموت، فإن عشنا وإن متنا فللرب نحن. يعني بمناسبة عام 2013 نتقدم للمشاهدين بكل رب يزرع في بيوتكم السلام والمحبة والإخاء. يعني عالمنا مليان بالحقد والكراهية، كل اللي بنسمعه دلوقتي واللي قلتيه أخت نوال ناتج عن الحقد والكراهية والتعصب الأعمى لعدم فهم الإنسان لأخوه الإنسان. بالنسبة لمصر، حضرتك تكلمتي ووافقوا على الدستور، وانت عارفة أن اللجنة الدستورية لما اجتمعت انسحب في نهايتها، انسحب منها المسيحيين وانسحب منها الناس اللي هم رجال الأدب، رجال الصحافة، وانت عارفة أن مصر فيها ذراع فنية قوية للشرق الأوسط كله، كلهم انسحبوا من اللجنة الدستورية لأن الدستور ابتدأ يأخذ اتجاه نحو الشريعة الإسلامية ويستقي كل أموره من الشريعة الإسلامية. وفي مصر مش هتهدأ الأمور، لأن إحنا كنا في زمانات بنتكلم عن مسيحيين ومسلمين وحرق كنائس وقتل المسيحيين، لا زال هذا مستمر. لكن دلوقتي العملية يعني اختلفت، أصبح الإسلام ضد الإسلام، يعني الناس المتحررين فكريا المسلمين ضد الحكومة الإخوان الإسلامية اللي عايزة تدخل الشريعة الإسلامية برغم أن كل المصريين الموجودين في مصر. بالنسبة لسوريا الوضع معروف، أنت عارفة أن المسيحيين بيفروا كل يوم من بيوتهم. آخر خبر ما لقيتش اللينك بتاعه أن الأكراد اللي عايشين، الأكراد المسلمين اللي عايشين في شمال سوريا طردوا عائلات مسيحية نيبرهودز بحالها، يعني رحلوهم. وزي ما قلت 60,000، يعني لما تفكري 60,000، يعني ده عدد مش هين، ده عدد كبير لناس تفقد أرواحها بدون سبب، لأنهم بس يمكن بيختلفوا عن عقيدتهم السياسية تختلف أو عقيدتهم الدينية تختلف، إذا يلقوا حتفهم، يقتلوا من غير أي سبب، بس لاختلاف آرائهم. في كثير من الحقد، كثير من الكراهية موجود في العالم. لو رحنا ليبيا، تعرف الكنيسة اللي حرقوا كنيسة في أعتقد يمكن في طرابلس أو في مصراتة. نعم، في مصراتة. ليه؟ ما تفهميش، لأني إحنا فكرنا أن الربيع العربي دي هيكون يعني شيء من الحريات والديمقراطية، لكن الموجود دلوقتي أن القوات الإسلامية اللي بتفكر بتعصب أعمى ابتدت تسيطر على هذه الحكومات، وإحنا لسه يدوب في الأول للشابتر، يعني الفصل الأول ابتدى، محدش هيعرف النهاية. يعني النهاية هتكون يعني مش نهاية مفرحة، لكن نهاية تكون وخيمة جدا. وإحنا عارفين عدد المسيحيين من كل البلاد العربية، إذا كان من لبنان، من سوريا، من مصر، من العراق، كلهم بيفروا برا لحياتهم، تركوا أولادهم وتركوا أكلهم وتركوا كل شيء ورايحين إلى المجهول، في علامة استفهام قوية في قلوبهم وفي حياتهم، إلى أين نذهب ولأين المفر ولأين المناص. دي الحالة اللي احنا فيها حاليا في الشرق. الحقيقة يعني مع
التفاؤل اللي كان من سنة بالضبط فاتت بالنسبة للثورات في الأماكن دي، لكن حاليا حالة خيبة الأمل، الإحباط، الحزن بتخلي الإنسان يقارن. في بعض الناس ابتدت تقارن ما بين الأنظمة السابقة وما بين التيار الإسلامي الواخد مداه حاليا، إلى درجة أنه هناك تيار عنيف جدا برغم كل ما يقوم به النظام في سوريا، لكن بيقولوا يا جماعة مهما كان لكن المسيحيين في سوريا لو تشال النظام الحالي هي هي يعني هيذوقوا الأمرين في المد الإسلامي. وقد يعني يمكن إحنا سمعنا نفس النبرة المتنمرة على الشعب المسيحي في سوريا. مفيش بديل للديكتاتورية غير التيار الإسلامي. أسيس يوسف، هل ترى إنه مفيش أي شيء للظلام السابق غير ظلام أسوأ قادم؟ يعني الحل يعني الوحيد الحل الوحيد ان فعلا احنا احتفلنا برئيس السلام على عيد الميلاد، والنبوه بتقول عنه يعني يعطى ابنا وتكون الرياسه على كتفه ويزرع سلام في قلوب الناس. هو برنس اوف بيس، رئيس السلام. اذا ما كانش الشرق الاوسط هيرجع الى السيد المسيح، الى يرجع الى رساله السلام نفسها. انا زي ما قلت العالم الشرق الاوسطي حاليا مغنود بالحقد والكراهية مليان، وحاليا يعني كل اللي نجده على المسرح الإسلامي حاليا، إذا رحت على سوريا على سبيل المثال أنا ذكرت في الحلقة السابقة، سوريا مين على أرض سوريا حاليا؟ الشيعة والسنة بيحاربوا بعض على سوريا، العلويين اللي هو الرئيس الأسد من الطائفة العلوية طبعا بيميل إلى الشيعية، وإيران بتحارب مصالحها الدولية على الساحة السورية لأنها بتأيد الأسد. تمام. أصدقائي السوريين الموجودين معي أنا بتكلم معهم، يا ريت الأسد يستمر. تمام. لأن من غيره هتحصل مذابح. وبعدين تروحي للغرب يعني شيء مستغرب يعني جدا، يدعو للإدهاش إن أمريكا تبعت ملايين الدولارات للمقاومة السورية، مع أنهم عارفين أن المقاومة دي اندست فيها قوى تعصبية دينية تحاول طرد كل المسيحيين من بيوتهم لتركيا ويروحوا على مدينة زحلة في لبنان، عشان يعني القصص اللي سمعتها. واحد عمره 22 سنة شاب وطويل الشعر ويعني شاب جميل جدا، وأمه وعائلته اضطروا يفروا تخرج من بيوته، وقالوا كنا احنا مستعدين ان احنا نعمده عشان يحلق شعره بعد المعمودية، لكن للأسف هاجروا وتشردوا وتغربوا ومش عارفين زي ما قلت بعلامة استفهام في حياتهم إلى أين المناص، إلى أين المفر. وبعدين تروح للغرب للكتلة الروسية نفسها، عندها قاعدة حربية في طرسوس وعايزة تحمي مصالحها في البحر المتوسط. حاليا بعتت سفن حربية إلى القاعدة الروسية في طرسوس. فالغرب وروسيا، إيران، سوريا، السنة، الشيعة، كلهم على أرض سورية حاليا، كل واحد له مصلحة شخصية تختلف عن المصلحة الأخرى. وحصل في تضارب كبير بين هذه السياسات، سواء كان في الغرب أو سياسة السوفيت روسيا أو السنيين، إذا كانت السعودية، قطر، دول الخليج كلها تؤيد المقاومة، تبعت ملايين الدولارات للمقاومة. تركيا هي القاعدة اللي تجي لها المساعدات وتحركها للمقاومة من الحدود التركية إلى الحدود السورية. مش عارفين يعني إلى أين الحالة، إلى أين طبعا كل يوم بيمر. عرفنا أن طبعا أن مطار حلب الدولي أغلق، أن بدأت الحروب تخرج من ناحية دمشق ويفجروا أماكن كثيرة، فما حدش عارف بكرة هيحصل إيه يعني. سوري. ده السؤال اللي بيطرح نفسه على كل يعني الناس في كل مكان، كل يوم في كل مكان في هذه المناطق، في هذه البلدان، سواء كانت ليبيا، فلسطين، سوريا، كل واحد بيقول مش عارف بكره هيحصل ايه. لكن احنا من فضلك حد الأسيس، احنا في الوقت الباقي من الحلقه دي هنرفع صلاه، وناس الحقيقه كانت طلبه صلوات الحقيقة دي يعني مع برنامج خبر ورسالة، وده يمكن أول برنامج في العام القادم معاكم مع المشاهدين بنكون لايف،
فخلونا نحط الأشياء دي، وأسيس يوسف من فضلك هتصلي من أجلها، نصلي مش من أجل البلاد بشكل عام، لكن من أجل الكنائس في هذه البلدان، من أجل حماية خاصة في خروج ودخول كل الكنائس والخدام، مش عايزة أقول بيوت المسيحيين. خلينا نصلي علشان البنات اللي بتتخطف والفتيات اللي بيتخطفوا سواء في سوريا، المسيحيات سواء في سوريا أو في مصر، كل يوم الأخبار بتجيلنا. محتاجين كمان حضرة القسيس نصلي علشان الأسر المتألمة اللي هي خليني أقول بالذات في سوريا، اللي فقدوا يعني آلاف آلاف، فقدوا أهاليهم، آلاف فقدوا بيتهم، آلاف اتشردوا. خلينا نصلي أنه إله التعويضات قادر أنه يعوض بالتعزية ويعوض بالأيام القادمة بحياة مليانة بسلام. هنصلي كمان من أجل ليبيا ومن أجل الكنيسة المصرية أو الكنائس كلها بشكل عام، أيا كان عددها قليل جدا في ليبيا بنصلي عشانها. نصلي من أجل فلسطين حضرة القسيس أيضا، من أجل الشعب الفلسطيني اللي المتألم، اللي بيعاني تحت وطأة ظروف لا نتخيلها. كمان بنصلي من أجل العراق، لأنه العراق مع الأوضاع الكثيرة ومع المظاهرات الأخيرة ومع الإرهاب والعنف الموجود في كل مكان، يحتاج أيضا أننا نرفعه من فضلك حضرة القسيس. من أجل الكنيسة هناك، إحنا بنسمع أخبار حلوة عن الكنيسة، بنسمع أخبار حلوة عن حتى أنه اللي بيسيبوا بيطلعوا من البلدان دي في رحلة تجولهم لغاية ما بيستقروا في أي بلد أخرى غير الوطن. الرب بيعمل بيهم عجايب، بيغير حياتهم. من فضلك هنصلي عشان الناس اللي هي بتسيب البلد وبتسيب البلدان دي كلها وبتهاجر، بتروح لأوطان جديدة أو أوطان أخرى. أنا هسيب الوقت معاك دلوقتي حضرة القسيس من أجل هذه الطلبات، بعرف حضرتك كتبتها قدامك، واتفضل ارفعنا أمام عرش النعمة. اتفضل صلي. أيها رب يسوع، الوضع في الشرق الأوسط مبهم، غير مفهوم. الاضطرابات، القتل، المجاعات، التهجير، فرض الديانة على عقول الناس وقلوبهم بالقوة. يا رب احنا بنصلي لأجل كل هذه الأشياء التي تدور في الشرق الأوسط، ونبدأها بمصر. أنت عارف أن يا رب كنيستك في مصر موجودة من قديم الزمان على في هذه البلاد. عندما كانت الإمبراطورية الرومانية دخلت الكنيسة إلى مصر، وأصبح شعب مصر يعني كله من الدول المسيحية اللي كانت موجودة في هذا العصر. لكن يا رب أنت كمان عندك بركة لشعب مصر، بتقول مبارك شعبي مصر. أنت عندك بركة للناس المتألمين، بركة للناس المخطوفين، بركة للناس المضطهدين، بركة للكنائس، بركة للقادة في جمهورية مصر العربية. يا رب احنا عايزين نهضة عارمة توري المجتمع المصري كله ان الحل الوحيد في يد الرب يسوع المسيح، انه يوحد القلوب وينشر محبته، ومن غير محبته مش هيكون في اتحاد في قلوب الناس. فاحنا يا رب مش بنبص بالعين البشرية، احنا بنبص بالعين الإلهية، لان لما نبص من عينك انت كلك خير وكلك بركة، وعايز تبارك وعايز تسكن القلوب والعقول. بنروح للعراق يا رب العريق، اللي كمان كان مهد من قديم الحضارات واتجه للمسيحية اتجاه كبير، لكن نرى أن المسيحيين يفرون بيوتهم، إذا كان من جنوب العراق أو من شمال العراق، وحتى العراق نفسه منقسم على ذاته بين شيعة وبين سنة وهذه الطائفة وتلك الطائفة. يا رب الفوضى هي من أعمال إبليس. احنا يا رب نصلي أنك تزيل هذه الفوضى وتعطي الحكومة العراقية وحدة حقيقية، الوحدة اللي تشمل كل شعب العراق، الوحدة اللي تلم شعب العراق، الوحدة اللي توحد العراق بمبدأ واحد، هو مبدأ المحبة، مبدأ المسيح اللي بيوحد القلوب، لأن من غيره ستظل الحرب إلى أمد مجهول، محدش هيعرف النتائج. يا رب نصلي إن عدم التدخلات الخارجية للعراق من على الحدود بتاعتها من أي دولة، إنها تقف في هذه اللحظات حتى ما يصبح الشعب العراقي العريق يقف لأجل وحدته الوطنية.
إذا كان مسيحيين أو مسلمين أو شيعة أو سنة أو أشوريين أو كردانستان أو كل الإشباءات الفاعلة في العراق يا رب تتوحد نحو شخص واحد، نحو أسلوب واحد، وهو أسلوب المحبة اللي بينبع من شخص الرب المسيح. نذهب إلى ليبيا يا رب، ونتذكر قتل السفير الأمريكي والأربع أمريكيين اللي فقدوا حياتهم لأجل الحقد أيضا والكراهية المنتشرة. يا رب أنت وعدتنا أن المحبة لا تسقط أبدا، والكنيسة اللي انحرقت لأنها كنيسة مسيحية، هذا هو السبب الوحيد. احنا بنصلي بصفة خاصة لأجل شعبك المسيحي إذا كان في ليبيا، وتعطي القادة اللي بين الحكمة أن المشوار اللي هم رايحين عليه للإضطهاد والجماعات المتعصبة اللي عايزة تحكم البلد مش هيؤدي للسلام. القتل هيؤدي القتل، والناس هيقتلوا بعض، ما يهمش إذا كان شو هي ديانتهم. لكن احنا بنلاحظ أن حاليا انقلبت، بدل ما كانت مسيحية الشعب الناس بتقتل بعضها، الطوائف متعددة أن هي تقتل بعضها. يا رب وحد القلوب، حط سلامك العجيب. ونروح للبنان حاليا، لبنان اللي كان دولة بتنشر المسيحيين وديور النشر المسيحية الموجودة والكنائس المسيحية ومحطات الإذاعة ومحطات التلفزيون المسيحية الموجودة في بيروت، يا رب احنا بنضعها كلها في يدك لتحميها وتسيطر عليها، ويا رب انك تعطي سلام للقائمين عليها كلها في وقت الضيقات. يا رب احنا بندعو ان فعلا لبنان اللي كان بينور للشرق الاوسط بنور المسيح يظل هذا النور ساطع الى الابد. تهدأ الاحوال والاضطهادات والكراهيه والحقد اللي بيحاول يشعل قلوب الناس. يا رب نصلي لاجل لبنان ان يكون فعلا لبنان اللي هو مركز الاناره المسيحيه في الشرق الاوسط سيظل كما هو. المظاهرات اللي حدثت في الاردن يا رب نصلي لاجل الاردن، لاجل الشعب الاردن، لاجل الملك، لاجل الوزاره، اعطيهم حكمه، اعطيهم قوه حتى ما يواجهوا الناس المندسين بصفوف الشعب اللي عايزين يقلبوا النظام الى مصلحتهم الشخصيه. بنصلي لاجل دول الخليج، السعوديه اللي بتهدد من ايران، ويا رب العالم كله في الشرق الاوسط والعالم حتى حاليا اللي احنا عايش باضطراب، كلهم بيرجوا السلام، والسلام مش بتوقعه معاهدات، لان المعاهدات بتنسى وبتمزق وتلقى في سلة القمامة. يا رب احنا بنصلي بصفة خاصة انك تعطي حكمة للمسؤولين في دول الخليج، اموال الهائلة اللي بتصرف على الاضطهاد تقف، الاموال الهائلة اللي رايحة عشان تقتل تقف. ويا رب بنصلي ان البلوك والامارات والامراء الموجودين في هذه المنطقة ان يذهبوا الى عمق الموضوع نفسه، ان هو السلام الحقيقي اللي بيبحثوا عنه مش هيكون من ضمن ملايين الدولارات التي تهدر لقتل البشر في كل مكان. يا رب احنا كمان بنصلي لاجل المشكله الفلسطينيه، اذا كان في غزه او كان في رام الله، والانشقاق الموجود والناس اللي عايشه في المخيمات بيأس مستمر، ما يعرفوش بكره هيكون ايه، في مجاعات، في الم، في عدم مأوى صالح لحياتهم، ما فيش يعني ستراكشر للدوله نفسها مش موجود، وكله قائم على الاعانات والمساعدات، ومن غيرها تهبط هذه القضية. احنا يا رب بنصلي ان فعلا قادة حقيقيين يظهروا على ساحة المسرح السياسي ويكون هدفهم الوحيد ان يوحدوا الشعب الفلسطيني، انه يرعوا شؤون الشعب الفلسطيني مش مصالحهم الشخصية، مش الملايين اللي بتهدر كل يوم للحرب، ولنا اكثر من 50 سنة في حرب حاليا وما فيش سلام. احنا يا رب عايزين ناس اقوياء يظهروا على المسرح، يكونوا مرشدين من عند الله فعلا برسالة سلام حقيقية. بنصلي لأجل إسرائيل ولأجل الكيان الدولة الإسرائيلية وبيوتهم وأولادهم وكل الأشياء اللي عايشة في إسرائيل، والهجمات اللي بتحدث عليها يوميا كلها باسم الدفاع وباسم السياسة وباسم الدين، والقضية نفسها ما حدش يعرف لها إيه هي نوع القضية من جديد، كلها أصبحت مهاترات خارجية من تدخلات في فلسطين، إذا كان حزب الله أو إيران. هذه الأشياء يا رب إحنا نأمرك أن تقف عدو الخير ومشورته اللي في الشرق الأوسط شملت كل هذه الدول بالقلاقل وبالمنازعات، بصفة خاصة يا رب نسألك يعم سلامك العجيب اللي أنت أمرت به، سلامك يفوق
السلام اللي بيعطيه العالم. احنا ده السلام اللي احنا بنتمناه. الاسر المتضرره في كل الدول اللي ذكرناها يا رب، اللي مش عارفين النهارده رايحين فين، فين البيت بتاعهم. بنصلي انك يا رب بقوه غير عاديه تبعت المنظمات اللي تشجع وترعى وتمد هذه العائلات. هذا نطلبه باسم المسيح. امين. مع هذه الصلاة بنتركك عزيزي المشاهد، وأنا بعرف أنك ترفع قلبك معنا، كنت رافع قلبك مع جناب القس يوسف حبيبي. أنا بشكر القسيس يوسف من أجل وجوده في هذه الحلقة، من أجل هذه الصلاة، حتى نلتقي في برامج أخرى معكم على الآرامية. شكرا لمتابعتكم.